مفيش سلع موجودة في الأسواق بسعر عادل يقدر يشتريه المواطن. بلد عندها اكتفاء ذاتي من البصل ومش لاقيينه، لما بيلاقيه الغلابة بيلاقوه بسعر عالي، وسعر كيلو السكر يوصل 50 جنيه، ولم يستشعر الوزير الحرج. سيادة النائب محمود بدر. شكرا يا سيادة الرئيس. بالصدفة يا سيادة الرئيس وقع في ايدي محضر اجتماع لمجلس الوزراء سنة 68 في كلمة لوزير التموين محمد عبد الله بيقول: اشعر بالحرج نتيجة العجز عن مواجهة ارتفاع الاسعار في بعض السلع واختفائها من التموين. لكن احنا النهاردة يا سيادة الرئيس عندنا مفيش سلع موجودة في الاسواق بسعر عادل يقدر يشتريه المواطن، ولم يستشعر السيد الوزير الحرج. بلد عندها اكتفاء ذاتي من البصل ومش لاقيينه، لما بيلاقيه الغلابة بيلاقوه بسعر عالي، ولم يستشعر الوزير الحرج. بلد عندها اكتفاء ذاتي من السكر وما بنلاقيهوش، وسعر كيلو السكر يوصل 50 جنيه، ولم يستشعر الوزير الحرج. وزارة بيتقبض على مستشار الوزير تقريبا كل سنة، يتقبض على حد من الوزارة بتهم فساد، ولم يستشعر الوزير الحرج. مجمعات الاستهلاكية سلاح الدولة لمواجهة هذا الغلا، ومشروع جامعيتي تحول لخرابات، ولم يستشعر الوزير الحرج. سيادة الرئيس أنا مش مستني غير كلمة واحدة في بيان سيادة الوزير، أتمنى أنه يضيفها لبيانه، هي دي اللي عايز أسمعها. يا ريت يقول: أن تولي منصبا وزاريا لم يعد مغنما، بل هو عبء وهو هم كبير، لذا أعلن بكل شجاعة ترك موقعي. شكرا يا رئيس.